عافيكم. برافو، هيك شعب كاركروب بعد صايمين. يا اخوان بعد ما عطونا مطالبنا لازم تضلكم صايمين. لكن يا سبع الشباب غب على قلبه من الجوع. ولو هيك بيفرطوا قوام يا ضعان الرجال. ليكو انا بس انت شافوك عم تاكل شوكولاتة. الشوكولاتة مش اكل. شو؟ ايه الشوكولاتة مش اكل، الحلاوة مش اكل، السردين مش اكل، البسطرمة مش اكل. والنمورة؟ النمورة فيها طحين. والساندويش؟ الساندويش اذا بلا خبز مش اكل. واخرتا بدنا نضل صايمين، انا معود مثل هلا يكون اكل 3 كيلو خبز. ولك انتو لا تخوا ولا كسروا مخوا، حطوا بشوي مش بجيبكم شوية اقضامة بعدين يعلكوا طما شموكم اكلي. اذا على حالي فينا نصوم 50 سنة. لكن كيف؟ شوف فكرك نموت من الجوع؟ ساعة مين بده ياخذ المطالب؟ ولك يا سبعة تهوسنا ولحقناك ومش عارفين شو هين طالبنا. ضصبا طولوا بالك بعد ما نعرفي. ما بيصير يا سبعة، دبيكة الجرد صايمين قدام بيت كاتالينا وناطرين. يا عمي ما بقدر لكم شيء، المطالب موجودة بس الأهداف بعد ما تبلورت. فإذا أنا ما بدي. وحياتك مش ضيق غير قدن عمر تايم بس. رو عفك 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 كله خليك صايم. خليني ساندويش. يا اخوان لازم نتشدد ونعوطب عليهم احلى ما تفلت من ايدنا الجماهير الغفورة. بيقولوا الجماهير الغفيرة. لا، جماهير الغفورة. يا ابن جماهير الغفورة يا غشي، بسأل مجرب ولا تسأل حكيم. الجماهير الغفورة قد ما يعملوا معه بهدلوا وشرحوا وبتكي بتنسى وبتغفر. اجت كاتالينا. اهلا ولسه مشي يا كاتالينا. مرحبا يا كاتالينا. يا كاتالينا انت معنا ولا معه؟ ولو انا معكم. بعلامة شو؟ بعلامة ما شفت هالشباب اللي بخصوك قاعدين بلا اكل، عملت لهم جات فتوش ونزلوا فيه. ولك يا عمي الله، هاودي صايمين احتجاجا. ايه خليهم ياكلوا، بيحتجوا اكثر. واكلوا؟ ايه. وعم ياكلوا؟ كله نازل اكل. يعني اكلوا طلي. ولك ايه، حطوهم فوق الفتوش ونزلوا فيهم. ولك يا شمات العيلة فينا، هيك منظر، اكلنا مطليب ده ما لناش عارفين. ولك صحتين، كلوهن انتوا احلى ما ياكلوهن عليكم. يا كاتالينا يا كاتالينا، هاي تقداهي يا كاتالينا لكون حدا موديك تطفرطينا. ابدا، انا شفت الشباب سالته شو بجبلكم، قالوا بدنا ناكل. شو بعمل لك اذا هن جوعانين؟ ولك ما كلنا جوعانين بس ما منقول، منغطيها بالمطاليب. ولك لحد هلا ما حدا نعرف شو بدك. الكلام بسرك ما بقدرش اقول للشباب. بقول لك الك نحن صايمين احتصار احتياطا. يعني اذا صار شيء مش على خاطركم صيامكم جاهز؟ لك ايه مثل البرنايطه، بس يلتقي راس على ايد. كنت جاي حكيك بمسألة، الهيئة ما في مجال. إذا مهمي من الإمجال. لا، كنت جاي أعزمكن على العشاء. بكل ممنونية. شه، أنت ما بتمون. بمون على حالي. وأنا كمان. يا أخوين أنا غير شكل، أنا بقدرش مون على حالي. أنا بمون عليك. إذا أنت إيه؟ فإذا رح نسهر عنا وعرفكن على بنت خالتي جاي تصيف عنا، عليها رقصة بتاخد العقل. شفتوا يا شباب؟ أخذنا مطالبنا. إذا كانت حلوة بلكي بيجوزوني إياها. يا ابني طول بالك، خذ وطالب. شو عم بتقول؟ يا كاتالينا يا كاتالينا، شو عم بقول يا كاتالينا؟ أنا قلت إن ما صار نصيب معي بلكي بيصير مع بنت خيلتك، بتكون من طولك وبتشبهك. لا أطول مني. يا كاتالينا نص متر بالناقص نص متر بالزيادة. وليش ننطر العشية؟ عارفين عليا هلا. طيب رح ندهلها. إيه؟ زينة 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 زينة. يا بي على هالاسم يا بي. زينة زينة زينة، والله زينة يا زينة. سلمي على الشباب. ازيك؟ شو قالت؟ كمان يا سيدي. ازيك؟ يا نعمة مرخضت كفور. يا دهوتي؟ يا دهوتي أنا كمان يا روحي. عايز ايه؟ ولا حاجة. يا دجاجة يا حلوتي. كاتالينا كاتالينا، ده اللي ما كنتش عارف هتكون في الشكل ده. شرف البنت زي عود الكبريت بيته لعش الحروحة. يا حلاوتك يا لطفي. نصري نصري، نعمل ايه عشان نرقصها؟ الرقص اذا كان اصلي زقف له بيرقص. مش عايزة
بلاش وحية أبوك. لا كمان يا روحي.